أوقفت الشرطة المغربية رجلا كان زار في تسجيل مصور وهو يتحرش بامرأة كانت تقود سيارتها في الدار البيضاء، وذلك بعدما انتشر التسجيل على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت فردوس اليوسفي وهي خبيرة تجميل يتابع 36 ألف شخص على حساب في تطبيق انستغرام، قد نشرت في بداية الأسبوع تسجيلا مصورا يظهر رجلين في سيارتهما وهما يحاولان توقيفها بينما كانت تقود سيارتها في الدار البيضاء. وأظهر الجزء الثاني من التسجيل اليوسفي داخل سيارتها المتوقفة وهي تبكي بينما كان أحد المعتدين يهددها ويضربها بقوة على سيارتها، بل ويضرب بقوة على سيارتها. وأوقف أحد الرجلين على خلفية الاعتداء اللفظي والجسدي المقرون بالتحرش الجنسي وفق بيان صدر عن الشرطة المغربية مساء الأربعاء. وذكر البيان أنه تم الاحتفاظ على المشتبه فيه على ذمة التحقيق. وكان التسجيل قد انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام المحلي الذي يحذر بشكل دائم من حالات العنف وبالأخص التحرش الذي تتعرض له النساء في المغرب. وبحسب دراسة نشرت عام 2015 تعد الأماكن العامة أكثر المواقع التي تظهر فيها حالات الاعتداء بحق النساء. المركز العالمي للأحجار الكريمة جي سي جي يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا سنقوم بتقديم أو تعريف المركز العالمي للأحجار الكريمة وما هي منتجاتنا وما هي الأنشطة التي نقوم بها. بطبيعة الحال هناك ثلاث أقسام أساسية. القسم الأول هو القسم الخدماتي، والقسم الثاني هو قسم السلع، والقسم الثالث هو قسم الاستثمار. بالنسبة لقسم الخدمات هناك مجموعة من الأنشطة. أولا الاستشارات، يعني الأشخاص الذين يريدون استشارة من خبراء الأحجار الكريمة يقومون بإرسال صورة إلى الخبراء وإعطائهم جواب أو معلومات عن ذلك الحجر الذي في الصورة، وهذا يكون بمبلغ 100 دولار، ويقوم المرسل بإرسال مبلغ عبر ويسترن يونيون. ثانيا أما بالنسبة للفحص فيكون بمبلغ 500 دولار، وهذا بإحضار الشخص ذلك الحجر لفحصه في المختبر أو إرسال عينات منه. ثالثا بالنسبة للتكوين، الآن نحن نتوفر على مركز عالمي للأحجار الكريمة، وهو أول مركز في العالم يقدم دروسا باللغة العربية وكذلك بلغات أخرى. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.